قال رئيس مجلس النواب المنتخب حديثا محمود المشهداني: أنا متشائم من إدارة أزمات التحديات التي تواجه الشرق الأوسط من حربي غزة ولبنان إلى حروب سوريا المتعددة إلى صراع أمريكا وإسرائيل مع إيران إلى البطالة والمناخ وتذبذب أسعار النفط وصولا لمنظومة السياسة للشرق الأوسطية. وقال المشهداني: إن ما يحدث اليوم شكل ما يمكن أن أسميه باجتهادي السياسي المجال الحيوي للنكبة الثانية. المشهداني أضاف أن تحديات الأمس في الشرق الأوسط مختلفة عنها اليوم، حيث تناثرت عقود السلام الهش القديم والسلام الجديد برؤى ترامب في ولايته الأولى وبايدن في ولايته، وبانتظار ولاية ترامب الثانية والتحديات في الشرق الأوسط يمكن إيجازها في محددات فشل النظام الدولي العالمي الذي فشل هو بالتالي أسميه على حد وصفه نظام هلامي.